دي طريقة هي اللي بتعمل اللي بنشوفه كل يوم من أزمات. دي الطريقة الملكية للأزمات اللي احنا شايفينها النهاردة واللي هتتفاقم أكتر. ليه؟ لأنه مش ده الحل، ده الحل عكسي ده تماما. وعمر ما كانت الأمور في أي بلد بتتقدم باحتكار الحل، احتكار التشخيص واحتكار الحل ثم نفاق التشخيص ثم نفاق الحل. مفيش كده، مفيش كده أبدا في الدنيا. في طبعا في الدنيا استبداد، واستبداد رهيب، بس ما بينجحش دول ولا بيخلي مجتمعات تستقر. فنتيجة النظرية دي نظرية أمنية بامتياز، فالأمن هو اللي مسيطر على كل حاجة في البلد. عمر ما في أمن سيطر على كل حاجة في البلد والبلد اتقدمت، أي بلد بما فيهم مصر طبعا. كل خيبات مصر حصلت نتيجة سيطرة الأجهزة الأمنية على كل حاجة في البلد. نكسة حصلت نتيجة السيطرة الأمنية، ثورة يناير حصلت السيطرة الأمنية، كل حاجة. غياب السياسة وغياب مشاركة الشعب في صناعة قراراته هي سبب كل النكسات اللي احنا عشناها في حياتنا وكل الأزمات اللي احنا عشناها في حياتنا. ازاي بنكرر نفس الطريقة؟ نفس الطريقة اللي احنا بنتحكم بنفس اسلوب الحكم، ما ظهرش في حاجة خالص.